على مدرج كلية الهندسة الزراعية في مدينة إدلب يعقد المؤتمر الزراعي الأول في المناطق المحررة تحت عنوان التنمية الزراعية والأمن الغذائي في شمال غرب سوريا في ظل تحديات التغير المناخي. هذا التيار النفاث أو نفاث جيت ستريم يسير بقوة في طبقات التروبوسفير، يعني أحياناً تفرض طقساً شتوياً قارساً بارداً جافاً بفعل أحد هذه المتغيرات، أحياناً تفرض طقساً رطباً، لكن هنا نتحدث عن سنتين، 3 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات. الله يجزيكم خير على هذا اللقاء. المهندس ناصر الرحمون ناشط في مجال أبحاث المناخ والبيئة. جل ما سيبحثه المحاضرون هو موضوع التغيرات المناخية، أثر هذه التغيرات المناخية على القطاع الزراعي في شمال غرب سوريا والخطط الزراعية الواجب أن يقوم بها ذوي الشأن تجاه هذه التغيرات المناخية. ستكون محاضرات متعددة متنوعة من تخصصات مختلفة، منها ما يتعلق في وقاية النباتات والأمراض والإصابات الحشرية والفطرية، كذلك الأمر محاضرة التي كانت تخصني وهي عن تغيرات المناخية وأثرها على شمال غرب سوريا، وكذلك ستكون هناك محاضرات عن الزراعة الذكية مناخيا وعن الآلات الزراعية المستخدمة وعن استعدادات المهندسين الزراعيين وكذلك العمل في مجال الزراعة تجاه هذه التغيرات المناخية التي باتت واقعا نشهده كل يوم بعد آخر. تتم العدوى من خلال الثغور الموجودة بسطح السفلي للوريقات وخلال الوديسات، يمكن الاستعادة بالأرصاد الجوية للتنبؤ بحدوث المرض كما تفضل الأستاذ أنس قبل قليل واتخاذ الإجراءات المناسبة. لاحظوا أن سوريا حققت تقريبا بين 25 و30%، إذا تتأثر سلبا بهذا النطاق. عادل كده ممثل اتحاد الفلاحين بالمنطقة الوسطى، تم الدعوة بالتنسيق بين كلية الزراعة مدير كلية الزراعة ومنظمة سرات لهذا المؤتمر الذي احتوى كادر علمي رفيع المستوى من المهندسين الزراعيين الذي أعطونا في مجال الطقس والزراعة مجال علمي بحث حتى نقوم نحن الفلاحين بنشر هذه الندوة للمزارعين حتى يتم الاستفادة منها بشكل طبيعي وواقعي في الأرض الزراعية، وكان اجتماعا غنيا بالأفكار فيما يخص مجال تحسين الزراعة. إذا قلنا تذبذب شمال الأطلسي وتذبذب القطب الشمالي وكذلك المحيط الهندي، إذا عرفنا كيف تتحرك هذه التذبذبات وما هو أثرها بعيد المدى على مناخ بلاد شام، نستطيع وضع رزنامة زراعية تنضبط مع هذه التغيرات المناخية. تبدأ الأعراض بالأوراق السفلية للنبات ثم تمتد إلى الأوراق العلوية وتظهر الأعراض على شكل بقع محددة بحواف دائرية غير منتظمة. بمشاركة نخبة من المهندسين والعلماء الزراعيين في المناطق المحررة يأتي انعقاد هذا المؤتمر الزراعي الأول في المنطقة لتوعية المجتمع على أسس ومعايير التنمية الزراعية ولتقديم الإرشادات في إطار تأثيرات الطقس والمناخ على الزراعة في المنطقة. عبد الرزاق سرجاوي، راديو الثورة، من كلية الزراعة بجامعة إدلب،